قوي هيبقى عندنا المرأة موجودة في المحليات في الشعب. المرأة ليها حق ان يكون ليها دور في المجتمع. فكنا جايين نعرف، لان من صفة شغلنا ان احنا بنحاول نعرف اي افادة تخص المرأة عشان نقدر نوصلها لغيرنا، المعلومة توصل لنا بصفة قريبة، لاني لو وصلت لنا ممكن ما تعرفش توصل لهم، فاحنا بنبقى صلة وصل بينهم. ناوية اتوجه ان انا انزل انتخابات مجلس الشعب، فبالتالي كانت المؤتمر ده بالنسبة لي مهم جدا، وعشان اقدر اعرف لغة الحوار الموجودة ايه والتوجهات السياسية اللي موجودة ايه. انا جيت هنا في المؤتمر عشان افهم حقوق المرأة وافهم يعني التعامل معها ازاي، عشان اوصله برضو لناس جيراني حبايبي افهمه. انا كنت جاية في الاول المنتدى او المؤتمر ان انا هكسب معلومات تقدر تفيدني في شغلي، اقدر اطلع من هنا اعلمها للسيدات في المنازل، بس الحقيقه جت معايا الموضوع بالعكس، ان انا حاسه ان انا استفدت معلومات اكتر من ان انا اقدر افيد بيها الست، ان انا هروح اقول لها يعني ايه مشاركه الست سياسيه، يعني ايه يبقى ليها دور، يعني ايه يبقى ليها صوت، يعني ايه تبقى موجوده زيها زي الراجل. اعلمها وخليها تعلم اولادها يعني ايه المراه. انا طلعت من المنتدى بفكره ان انا عرفت حاجات كتيره، من ازاي ان احنا نحاول مناقشه التواصل، زي ان انا اتواصل مع الاخرين بحيث ان انا هحصل على حق المرأة في المجتمع في الناحية السياسية والناحية الاجتماعية، سواء من داخل المكان اللي انا قاعدة فيه او من خارجه. فهي موضوع المنتدى واهمية المرأة في المجتمع موضوع ضروري جدا، يمكن محدش في الصحراء والمناطق القبلية اللي احنا موجودين فيها قادر يوصله كده، فمن خلالنا المفروض ان انا اتعلمت اروح اعلم اخلي ليها دور ليها صوت ليها هدف في حياتها. بنتناقش في مواضيع المرأة وحقوق المرأة، واستفدت يعني حاجات كتيرة منها، بحس ان انا عرفت حقي ايه وحق بنتي ايه، حق اختي ايه، حق اولادي ايه، فيعني ممكن يعني افيد واستفيد. توقعاتي ان يكون في هدف اللي احنا قلناه او اللي احنا اقترحناه ان يوصل ويحقق، يكون حاجة يعني فعالة وليس مجرد كلام احنا بنتكلمه او كلام احنا بنكتبه على ورق. تعلمنا من المنتدى، منتدى ازاي نعمل حوار وازاي نكون قادة في الحوار وازاي نحتوي الاخر بالتواصل بيننا وبين بعض، وكمان طلعنا من المنتدى بشوية توصيات، ونتمنى انها تروح للمجلس القومي للمرأة لتطبيقها ورفعها لأعلى مستوى إن شاء الله.